أما النادي الأهلي بقى فحدث بلا حرج، واحدة من أسوأ مبارياته، اللعيبة لم تأتي بعد، ما زال اللوغاريتم الحائر، إلى متى هذا الأداء السيء؟ المباراة طبعا أدارها الكابتن سامي قمصان، وإن كان اللي واقف على الخط مستر ريكاردو سوارش، ولكن الواضح إن الكابتن سامي قمصان الراجل لسه ريكاردو سوارش بيتعرف على اللعيبة، لسه بيعرفهم من خلال الأرقام بتاعت التيشيرتات، واضح من الورقة اللي ماسكها إن هو بيذاكر كويس وبيحاول يفهم نقاط الضعف والقوة. الناس اللي بتصدر للجمهور الأهلاوي إن مباراتين ثلاثة أو خمس مباريات عشان نحكم على ريكاردو سوارش، دي ناس عايزة تهد الأهلي، لأن الراجل اللي زي ده وجهة نظر الفقيرة اللي ما بفهمش فيها حاجة فنية بتقول إني ما أقدرش أتكلم عن الراجل ده عمل إيه مع الأهلي إلا مع نهاية الدوري. إلا مع نهاية الدوري. مع نهاية الدوري العام. هذا يحتاج إلى على الأقل من 10-15 مباراة. فالناس اللي من دلوقتي بتبدأ تروج إن لازم نصبر عليه مباراتين ثلاثة أربعة، لا، دي عايزين يهدوا الأهلي فبيدوا لك السم بدري، عشان بعد ثلاثة أربع مباريات يقول لك إيه، مش أنا قلت لك الراجل ده مش هينفع؟ لا لا لا، بالوضع ده نهاية الموسم الراجل يعرف مين يقعد ومين ما يقعدش، والعناصر الجديدة اللي هيتم التعاقد معاها، وتحاسبه من الموسم اللي جاي. الموسم ده بره الحساب تماما، بره الحساب كنتائج، بره الحساب كأرقام، بره الحساب كبطولات. حدش يضحك عليكم، انا بقول كلمة الحق. حتى النهاردة الكابتن ايمن شوقي ما عجبنيش ان هو يقول اربع خمس مباريات، لا يا كابتن ايمن ما ينفعش على قناة الاهلي نقول للناس اربع خمس مباريات ونحكم على ريكاردو سوارش. اللي احنا شايفينه دي اللعيبة دي عايزة جهد كبير عشان يتم اعادة الصياغة الفنية ليها، عايزة اعادة برمجة، وعايزة راحة من الإجهاد، وعايزة إعادة فترة إعداد، وعايزة إعادة تأهيل بدني. ده كله ما يجيش في أقل من 6 أشهر، وانتوا عارفين الكلام ده ما يجيش في أقل من 6 أشهر. وأنا أحذر أهو من الآن من نغمة إن احنا نحكم على الراجل بعد أربع خمس مباريات، وبقول لكم الراجل ده محتاج 6 شهور على الأقل، 6 شهور على الأقل. واللي بيقول لك أربع خمس مباريات بيحط لك السم في العسل، علشان بعد أربع خمس مباريات يخليك تعمل فيه اللي هو عايزه. لا، كرويا وفنيا الراجل ده شغله مش هيظهر قبل 4-5-6 شهور. أي حد هيقول لك غير ده دي ما بفهمش في الكورة، بس بقولها لك، بعد 6 شهور نتكلم نشوف الراجل ده عمل ايه. لكن ده في لعيبه لا تصلح انها تلعب في النادي الاهلي، وفي لعيبه لازم تقعد بس يتعاد برمجتها، وفي لعيبه لازم يحصل لها اعاده نظر في الاداء والمردود البدني، وفي لعيبه لازم تاخد فرصه، وفي معارين لازم ييجوا، وفي صفقات لابد يتم التعاقد معاها في مراكز مهمه. ده كله مش هيجي في 4-5 مباريات، ولا تقدر تقول له انت ضامن انك تجيب ال3 بطولات الكاسين والدوري، لا 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 لا. مع نهاية الموسم نبدأ نشوف ملامح الموضوع، نبدأ نشوف ملامح الموضوع مع نهاية الموسم، واخد بال حضرتك؟ مع نهاية الموسم. لكن انا شخصيا لن احكم على هذا الرجل نهائيا قبل بداية الموسم الجديد، بعد ما يبدأ الموسم الجديد. ولازم انتوا تبقوا عارفين كده ومقدرين لده كويس جدا، لان احنا عندنا اعلام مضلل، واعلام كله ناس للأسف الشديد لا اما ما بتفهمش
لإما عندها مصالح إنها تهد. فمفيش حد في الدنيا يقول مباراتين تلاتة أربعة ولا خمس مباريات نهائيا. نصبر ونشوف المردود إيه. الكرة بقت علم والعلم بيحتاج لوقت عشان تقدر تطبقه على أرض الواقع. في فرق بتاخد مردود من مدربين وتكسر الدنيا بعد موسم كامل، واحنا بنتفرج وشايفين في العالم كله. فمش غريب انك انت تشوف النهاردة الاهلي سيء. عادي يعني، ايه المشكلة يعني؟ الاهلي سيء جدا ولعب واحدة من اسوأ مبارياته. استحواذ الاهلي 70%، لكن كان سيء لان مفيش وجه مقارنة ما بين اللعيبة اللي موجودة في الملعب في الاهلي ولعيبة بتروجيت. مفيش وجه مقارنة نهائي. ده لاعب بمئة ألف جنيه ولا 150 ألف، وده لاعب بملايين. الكواليتي مختلف، وجايب جون في أول 7-8 دقايق. كان لازم تعمل عرض تقدم نفسك بيه للمدير الفني. فكونك انك انت تفشل انك انت تقدم نفسك في أول مباراة للمدير الفني قبل الجمهور، انت معناها انك انت ناقصك كتير، وفي ألغاز لازم تتحل. لغز الإجهاد ولغز الإصابات، ألغاز كتيرة لازم تتحل في الأهلي وتحتاج لوقت. وارجع وأقول لك رأيي في مباراة بتروجيت، الخلاصة لا يتحدث أحد عن أي شيء من ريكاردو سواريش قبل 6 أشهر. واللي بيقول لك 5 مباريات ونحكم عليها بيضللك وبيضحك عليك عشان يهد الأهلي. 6 أشهر يعني معاك 2.5 3 شهور قبل الموسم ده ما ينتهي. النهاردة 1/7 ينتهي 30/8، قول 2 شهور. وبعد كده صفقات جديدة، والمعارين اللي هيمشوا والمعارين اللي برا اللي هيرجعوا، ويبدأ فترة إعداد وسبع مباريات من الموسم الجديد. وأقول لك رأيي في ريكاردو سواريش. أنا راجل ما بفهمش كورة، ده رأيي. لكن هتقعد تضحك عليا بقى وتدغدغ مشاعر الجماهير وتقول لي 4-5 مباريات، ده اللعيبه دي عايز لها 2 شهور تنام راحه سلبيه عشان تقدر تاخد منها نتيجه. هو في مواسم متلاحمه كده في العالم غير في مصر؟ 4 سنين اللعيبه دي ما خدتش راحه سلبيه. اهدوا، ما حدش يضحك عليكم بالاوانطه، حدش يضحك عليه. وعلى فكره قلنا الكلام ده على فيريرا في الزمالك، عشان ما يجيش واحد متخلف يقول لك ايه، يقول لك انت ايه جمعت لها زي واحد كاتب له اهو، يقول لي يقول لي وفرك من الكلام ده مع الزمالك. اسال الناس، قلت فيريرا غير مسؤول عن الموسم ده. اي نتائج فيريرا لا يسال، يسال فيريرا من الموسم القادم. ولما بيتغلب بقول عادي، الراجل يسأل على انتداباته تعاقداته ناشئينه اللي هيصعدهم من الموسم اللي جاي. لكن هذا الموسم من اول ما جه فيريرا الزمالك لغاية دلوقتي لا يسأل عن اي نتائج سلبية، ونحقق نتائج ايجابية نسقف له ونقول له برافو. انا ما بشتغلش بذمتين. واحد اسمه محمد الجحش بيقول لي بصراحة انت مالكش في الكورة. طب ما انت اسمك محمد الجحش، يعني ارد عليك اقول لك ايه؟ طب ما انت اسمك محمد الجحش، يعني ارد عليك اقول لك ايه؟ اقول لك ما عندك ذوق ولا محترم؟ انت اسمك الجحش، يعني الحمد لله انك انت جاي من بيتكم جحش، يعني وفرت علينا الذنب. انت جاي من بيتكم جحش. ممكن تقول لي انا مختلف معاك، ممكن تقول لي رأيك غلط، واخد بالك انت؟ لكن ما تقوليش ان انا ما بفهمش او كذا، لان الحمد لله انت جاي من بيتكم جحش جاهز. اسمك محمد الجحش وداخل تشتم، احنا هنرد عليك نقول لك ايه؟ نقول لك ربنا يصلح حالك، واحتمال ما تبقى جحش في الايام القادمه بس. فانا شايف يا جماعه تجربتين الاهلي والزمالك، لا ريكاردو سواريش حد يساله على حاجه قبل 6 أشهر،
ولا فريرا مسؤول انه يجيب اي بطولة هذا الموسم. يعني الاهلي والزمالك 21/7، ان فريرا فاز على الاهلي وخد الكاس للزمالك هذا اعجاز، وسقف له واقول له برافو. خسر لا يسأل عن الخسارة. لا تسأل فيريرا في الزمالك عن أي إخفاق، حاسبه من الموسم اللي جاي. جاي والقيد واقف وحاجات كتيرة جدا، إحنا ما بنشتغلش بذمتين. ولا تسأل سوارش عن أي شيء قبل نهاية الموسم. هو ده كلامي يتعب يا جماعة؟ كلامي ده يتعب في حاجة؟ عشان كده هتقول لي رأيك في بتروجيت، أقول لك مباراة زي الزفت. ولكن ما ولا ليها اي كلام فني معايا وزي الزفت، وهتشوف مباريات زفت زي كده كتير مع الاهلي، لان الموضوع عايز شغل كتير جدا.